مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة خلطة صوص الفتوش. عنا نص كوب زيت زيتون، عصير حامضتين، ملعقة طعام سماق، ملعقة طعام ملح، ملعقتين طعام رب الرمان او دبس الرمان، ملعقة طعام نعناع يابسي. لنبلش الطريقة. بسم الله. بحط الحامض، زيت الزيتون، السماق، الملاح، اكيد الملاح فينا نزيد بس نعمل الفتوش، دبس الرمان، كمان النعناع. خلطهم منيح مع بعض. هذا الصوص اللي عملته انا وياكم للفتوش، بنحطهم بالبراد بقنيني اكيد، وبس ما لنا بنستعمل فيها، بتقعد هيدي الخلطه عنا بالبراد حوالي اسبوعين. هذا فيديو جديد على اليوتيوب، بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق اذا عجبته الطريقه ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.